الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت جمعية مصنعي الأجهزة المنزلية في إيران إن صادرات الأجهزة المنزلية العام الماضي بلغت ما يقرب من 400 مليون دولار. وأضافت الجمعية أن إحصاءات وزارة الصناعة تشير إلى وجود إمكانية المنافسة في الأسواق العالمية، حيث بلغت صادرات الأجهزة المنزلية من إيران 252 ألف طن بقيمة 357 مليون دولار. وفي هذا الصدد قال نائب وزير الصناعة الإيراني إن الوجهة الرئيسة لصادرات الأجهزة المنزلية الإيرانية هي العراق ثم أفغانستان. سجل خام البصرة مكاسب خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3% مع تسجيل النفط العالمي مكاسب أسبوعية قوية للخامين برنت وغرب تكساس الوسيط. وأغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 49 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و71 سنتا للبرميل. وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3 دولارات و27 سنتا بما يعادل 3%، فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 49 سنتا أيضا ليصل إلى 85 دولارا و56 سنتا للبرميل. وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 3 دولارات و27 سنتا أو ما يعادل 3.30%. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل مع انتهاء عطلة عيد الأضحى، حيث سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 478 ألف دينار، في وقت سجل سعر الشراء 474 ألف دينار. هذا وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 448 ألف دينار، كما بلغ سعر الشراء 444 ألفا. أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع الذهب عيار 24 480 ألف دينار. أكدت بورصة نيويورك ارتفاع تجارة العقود الأجلة للنفط الخام في شهر آب على 81 دولارا و46 سنتا للبرميل بنسبة 0.21% بالتزامن مع الدورة الأوروبية، كما ارتفع سعر نفط برنت لشهر آب بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على 85 دولارا و89 سنتا للبرميل. وبالنسبة لعقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة أخرى ارتفعت بنسبة 0.18% للمتاجرة به على 105 دولارات و42 سنتا للبرميل. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.